السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الدارسين بالمدارس الثانوية التجارية والمدارس الثانوية الفندقية. Dear viewers, dear second grade students studying at commercial secondary schools and secondary schools for hotel affairs. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة، والنهاردة حلقتنا هتكون مراجعة في مادة اللغة الإنجليزية على أسئلة الامتحان. نبتدي الأسئلة بتاعتنا بأسئلة writing. هنبتدي ب memory writing. Let's get started. أول حاجة عندنا memory writing أو كتابة المذكرة. إزاي بنكتب المذكرة؟ قبل ما نكتب المذكرة لازم نكون عارفين أربع أركان رئيسية. أول حاجة from، تاني حاجة to، تالت حاجة reference، رابع حاجة date. نشوف مع بعض هنكتب كل حاجة إزاي. From يعني من، the writer's name and job يعني بنحط جنبها اسم كاتب المذكرة ووظيفته. طب فرضا ان هو جاب لك في الامتحان اسم فقط، في الحالة دي بتحط الاسم فقط. بعد كده to بمعنى الى، the reader's name احنا بنحط جنبها اسم قارئ المذكرة او مستلم المذكرة. reference او الموضوع ده بنختصرها بالحرفين re، بنحط معاها the subject of the memo او موضوع المذكرة. تمام. date ده تاريخ، وفي الامتحان في الغالب بيقول لك write today's date او use today's date، اكتب تاريخ اليوم. بعد كده بنكتب ايه؟ بنكتب the content. يعني ايه the content؟ يعني محتوى المذكرة. مفيش اي حاجة من دي بناخدها من دماغنا، كله بيبقى موجود في السؤال بتاع الامتحان. بعد ما بنكتب the content بنكتب thank you. نشوف مع بعض ازاي هنحل السؤال في الامتحان. write a memo to all clerical staff from the Labin about the layout of letters. Ask him to remember that letters from BUS should have the date on the right, not on the left. عندك السؤال وعطيلك كل المعلومات اللي انت هتحتاجها، حتى التاريخ قال لك ايه؟ write today's date، اكتب تاريخ اليوم. طيب نشوف كده هنبتدي ان احنا نقسم الاربع اركان الرئيسية بتاعت المذكرة ازاي. write a memo to، يبقى هو حدد لك الى مين؟ to all clerical staff، كل هيئة الموظفين. هو حدد لك هنا قال لك to، يبقى احنا واحنا في ورقة الاسئلة عندنا هنحدد مع بعض الاربع اركان دي، ومع كل ركن هنعلم عليه وناخد اللي مكتوب جنبه. يعني هنا to الى all clerical staff، كل هيئة الموظفين. from يعني قلنا يعني ايه؟ يعني من. دلابين ده اسم شخص. طب فرضا ان هو قال لك دلابين office manager، اكتب من دلابين ده اسم الشخص، office manager ده مدير المكتب. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنكتب دلابين office manager. about يعني حول، the layout of letters حول ايه؟ تصميم الخطابات. يبقى اذا الطابق بتاعنا او موضوع المذكرة the subject عندنا the layout of letters يعني تصميم الخطابات. يبقى اللي عاوز يبعت المذكرة بعتها لهيئة الموظفين يقصد ايه؟ يقصد ان هو ينبههم ان تصميم الخطابات لازم تكون بشكل معين. هو طالب منك ان انت تقول لهم شوية تعليمات. اللي هي التعليمات دي ask him to يعني اطلب منهم remember that letters from BOS should have the date on the right not on the left. اطلب منهم ان هم يتذكروا ان الخطابات المكتوبة من شركة POS لازم تكون التواريخ فيها مكتوبة ناحية اليمين وليست ناحية اليسار. طيب ده the content of the memo، ده كده محتوى المذكرة. طيب هنكتبه ازاي المحتوى؟ بيطلب منك ask him to، دي هنشيلها خالص. طيب هنشيلها ونكتب على طول remember that. انا ممكن ابتدي كده بس انا عاوز ابتديها باسلوب مهذب، يبقى هحط كلمة ايه؟ yes. هنحط كلمة please remember that letters from US should have the date on the right not on the left. انا كده خلصت كتابة المذكرة بتاعتي. في الحالة دي هعمل ايه؟ yes، هكتب النهاية. النهاية بتاعتي بتكون ايه؟ thank you. يلا نكتب مع بعض المذكرة. to from دلابين to all clerical staff reference الموضوع the layout of letters date وكتب لنا التاريخ. بعد كده بنكتب المحتوى please remember that letters from POS should have the date on the right
not on the left. وبحط full stop. ناخد بالنا كويس قوي من البنكتويشن بتاعنا ومن السبيلنج بتاعنا، وناخد بالنا من طريقة التصميم ازاي هنحطها، وبننهي ب thank you. بسيط جدا السؤال، وزي ما انتوا شفتوا مفيش اي مشكلة فيه خالص. انتوا بتبصوا على السؤال بتبقوا قلقانين منه، ولكن السؤال في منتهى السهولة، مجرد ان انت بتاخد المعلومات من الحاجات اللي موجودة قدامك. تمام، هننقل على نوع اخر من الاسئلة، وهو letter writing او business letter. احنا عندنا نوع من الخطابات وهو business letter. business letter بيكون يا اما من شخص الى شركة، او من شركة الى شركة. شركة بتخاطب شركة، from a company to a company or from a person to a company. نشوف مع بعض الخطاب. احنا عندنا الورقة بتاعت الامتحان او الورقة بتاعت الخطاب اللي هنكتبه فاضية اهي. ساعتها بقى هنكتب ايه؟ لازم نحط في ذهننا اشياء رئيسية علشان تسهل علينا كتابة الخطاب. اول حاجة هنشوف what to write to the right، يعني احنا هنكتب ايه ناحية اليمين. what to write to the left، احنا هنكتب ايه ناحية اليسار. طيب نحط في دماغنا كده ناحية اليمين اول حاجة the writer's name. يبقى اذا ناحية اليمين دي هتكون خاصة بمين؟ هتكون خاصة بكاتب الرسالة. كاتب الرسالة اللي هو the writer، يعني الراسل. يبقى كاتب الرسالة هو الراسل. هنكتب بياناته ناحية اليمين، بس في الغالب في الامتحان ما بيش بيجيب بيانات الراسل. يبقى اذا لو جابها احنا عارفين هنحطها فين؟ هنحطها فين؟ ناحية اليمين، على اليمين الورقة. تمام، البيانات بتيجي بالترتيب اللي احنا هنقوله مع بعض دلوقتي: the writer's name، the company شركته، the address العنوان عفوا، city and code number المدينة ورقم الكود. وبعد كده بعد ما خلصنا بيانات الراسل في لسه باقي حاجة صغيرة هنضيفها، date التاريخ. التاريخ بنضيفه زي هاي. هل احنا التاريخ بنكتب اي تاريخ وخلاص؟ لا، هو بيحدد لك في الامتحان. في الامتحان بيقول لك برضو زي ما احنا شفنا في المذكرة، هو قال لك في المذكرة ايه؟ اكتب تاريخ اليوم. نفس الموضوع في الخطاب، بيقول لك برضو write today's date or use today's date. تمام، احنا كده خلاص استكملنا بيانات الراسل. تمام، وبتيجي في الصيغه بتاعه السؤال بتيجي بنفس الترتيب ده، يعني انت مش بتتعب في اي حاجه خالص، مجرد ان انت بتاخدها بترتبها. طيب احنا خلصنا كده جهه اليمين. طب to the left هنكتب ايه؟ the reader's name. يبقى اذا احنا فهمنا من كده ايه؟ ان ناحيه اليسار او to the left دي بيانات القارئ بتاع الرساله، القارئ او المرسل اليه. يبقى ده المرسل اليه، the recipient، المرسل اليه او مستلم الرسالة. برضو بنكتب بياناته بنفس الترتيب اللي احنا هنشوفه: the reader's name، the reader's job، the name of the company اسم الشركة، address العنوان، وبعد كده city and code number، بعد كده اسم المدينة ورقم الكود. طيب احنا كده خلصنا اول جزئية، كتبنا ناحية اليمين الجزئية بتاعت الراسل، وناحية اليسار الجزئية بتاعت المرسل إليه. لسه باقي عندنا ايه؟ لسه باقي عندنا بداية الخطاب والمحتوى والنهاية، ودي هتحتاج منكم تركيز شوية. نبص مع بعض. بنبتدي الخطاب بايه؟ dear. طب احنا هنحط جنبها ايه؟ هنحط جنبها the reader's name. The reader's name يعني مثلا لو كاتب لنا في الامتحان قايل ابعت خطاب لمستر جون سميث، انا هكتب ايه؟ dear mister smith. انا كده خدت اللقب، يبقى dear mister وحطيت ايه؟ smith اللي هو اللقب او surname. بعد كده هنعمل ايه؟ هنكتب the content of the letter، محتوى الخطاب. طب انا ابتديت ب dear mister smith وحطيت محتوى الخطاب، لسه باقي عندي ايه؟ لسه باقي عندي ان انا انهي. هنهي بايه؟ ناخد بالنا كويس جدا، طالما ابتديت بدير وعندي اسم الراسل في الحالة دي بعمل ايه؟ yes. اسم المرسل اليه، سوري، اسم المرسل اليه في الحالة دي هعمل ايه؟ هكتب yours sincerely. يبقى انا ببص الاول انا عندي اسم المرسل اليه موجود، يبقى بنهي yours sincerely. فرضا ان هو قالك write a letter to the manager of a bank، هو هنا قالك الاسم؟ لا، ما قالش الاسم. طب في الحالة دي هنكتب ايه؟ yes، هنكتب زي ما احنا شايفين دلوقتي dear plus sir or madam. يبقى احنا هنكتب dear sir or madam. لو هي سيدة بقول dear madam، لو هو رجل بكتب dear sir. يبقى dear sir، وبنهي بايه؟ yes، بنهي ب yours faithfully.
تمام. ناخد بالنا كويس جدا من البداية والنهاية بتاعت الخطاب، دي ممكن توقع منك درجات. انت ممكن تكون كاتب كل حاجة مظبوطة وتيجي للبداية تكون كاتبها مظبوطة وتنهي بحاجة مختلفة خالص. يبقى ناخد بالنا لما يكون عندنا اسم المرسل اليه بننهي بايه، لو مش موجود عندنا بننهي بايه. بعد كده بعد ما خلصنا خلاص النهاية، لسه بقلنا ايه؟ The writer's signature، يعني توقيع كاتب الرسالة. وبعد كده the writer's name and job. طب فرضا ان هو جاب لك الاسم بس بتاع كاتب الرسالة ونسى ان هو او ما جاب لكش اصلا الوظيفة بتاعته، في الحالة دي هتمضي باسمه وبعد كده هتكتب اسمه وبدون وظيفة، يعني هنكتب اسمه مرتين. نشوف كده السؤال بتاع الخطاب يكون جاي ازاي. Write a letter from Mr. Samir Adil at Egypt Tours to Mr. Oliver Jones, Sales Manager at Furniture World, 22 East Street, London, EC4. طيب نركز كده مع بعض، لازم نركز جدا في الايه، في السؤال بتاع الخطاب. Write a letter، اكتب خطاب. From، قال لك اهو، من مين؟ مستر سمير عادل. يعني احنا كده عرفنا احنا هنمضي باسم مين، باسم مستر سمير عادل. from من مين؟ هو اللي كاتب الخطاب. طيب at Egypt Tours دي كده مش وظيفته، هو شغال في شركة اسمها Egypt Tours، يبقى احنا اسمه بس اللي جايبه لنا. تمام. بعد كده هنوجه الرسالة لمين؟ الرسالة بتاعتنا هنوجهها to، الى مستر اوليفر جونز. يبقى انا كده عرفت انا هكتب او همضي باسم مين وهوجه الرسالة الى المرسل اليه بياناته ايه. يبقى بعد تو بيجي بيانات المرسل اليه، بعد تو بيجي بيانات المرسل اليه. نركز جدا في النقطتين دول، يعني from بتحدد لنا هنمضي باسم مين، تو بتحدد لنا هنرسل الخطاب الى مين. تمام. بنشوف بقى to Mr. Oliver Jones Sales Manager، هو جايب لك المعلومات اللي انت عاوزها all the data you need، وجايبها لك بنفس الترتيب اللي احنا محتاجينه بيه. Mr. Oliver Jones Sales Manager وظيفته ان هو شغال مدير المبيعات at Furniture World، دي شركته اسمها Furniture World، 22 East Street، ده العنوان بتاعه، London EC4. طيب نشوف كده المحتوى بقى بتاع الخطاب اللي احنا نكتبه، هنكتبه بناء عليه. ده هو كمان جايب لك المحتوى، يعني انت مش هتتعب في اي حاجه. سمير عادل او سمير ordered some chairs 3 weeks ago but he's still waiting for them. سمير طلب بعض الكراسي من 3 أسابيع فاتت ولكن هو مازال منتظرهم. He is writing to ask when the chairs will arrive. هو بيطلب بيكتب الخطاب ده عشان يسألهم الكراسي هتوصل امتى. يبقى اذا ده تقريبا خطاب شكوى، هو يعني متضايق او بيشتكي ان الكراسي بتاعته من 3 أسابيع ولسه ما وصلتش لغاية دلوقتي. في الحالة دي انا هعمل ايه؟ هو بيقول الكلام بلسان سمير، انت لما هتيجي تكتبه هتكتبه اما بآي او وي، يا اما هتتكلم بالنيابه عن شركتك وي او تقول اي. يبقى في الحاله دي نبص تاني كده على سؤال. سمير اوردرد سام تشيرز، يعني هنقول وي اوردرد سام تشيرز 3 ويكس اجو، احنا طلبنا كراسي من 3 أسابيع فاتت. but we are still waiting for them او we are still waiting to receive them، يعني ممكن انت تقول الكلام باسلوبك وممكن انت تقول الكلام بنفس الاسلوب اللي مكتوب ولكن بتغير الضمائر اللازمة لكده. he is writing to ask، يبقى هو عايز منك تسأله سؤال. when the chairs will arrive، خلوا بالكوا ان السؤال ده مكتوب بصيغة غير مباشر، احنا هنخليه صيغة مباشرة، يعني هنقول ايه؟ when will the chairs arrive، امتى توصل الكراسي. طيب بعد كده بعمل ايه؟ ممكن اضيف جملة كده اللي هي I look forward to hearing from you soon او we look forward to hearing from you. تمام. الجملة دي اختياريا ممكن تحطها بتخلي اسلوب الخطاب جيد وممكن ما تحطهاش، ما فيش اي مشكلة. وبعد كده بننهي الخطاب بالطريقة اللي احنا تعودنا عليها. نبص كده على السؤال الإجابة بتاعته هتكون ازاي. هناخد البيانات مستر أوليفر جونز سيلز مانجر فرنتشر وورلد 22 إيست ستريت لندن EC4 والتاريخ و دير مستر جونز.
خلاص احنا ابتدينا اهو بدير مستر جونز. عرفنا منين؟ عرفنا من بيانات المرسل اليه اهو مستر اوليفر جونز، كتبت دير وكتبت مستر واللقب بتاعه او سير نيم. بعد كده بكتب المحتوى اللي احنا اتفقنا عليه. We ordered some chairs from you 3 weeks ago زي ما احنا اتفقنا، but we are still waiting to receive them. When will the chairs arrive? We look forward to hearing from you. طيب لسه بقلنا ايه؟ بقلنا النهاية. هننهي بايه؟ نبص بقى كويس. Dear Mr. Jones يبقى yours sincerely. Bravo. Yours sincerely. بعد كده سمير عادل، ودي السيجنتشر او الامضة بتاعته، وسمير عادل لانه جاب لنا الاسم ما جابش الوظيفة بتاعته. بسيط جدا، سؤال الليتر او كتابة الخطاب. كل المعلومات اللي احنا خدناها من السؤال نفسه وقسمناها بطريقة بسيطة جدا. بعد كده هناخد نوع اخر من الاسئلة، وهو اسئلة paragraph writing. نشوف كده. Write a paragraph of 6 sentences on the different ways of paying for things. Use these guiding words. احنا عندنا paragraph بيجي بطريقتين، يا اما بيجيب لك guiding words يعني كلمات تساعدك ان انت تكتب جمل، او بيجيب لك questions. كل سؤال الإجابة عليه بتكون جملة انت بتحطها، بتحط جملة بداية ونهاية، والجمل دي في مجموعها بتكون لك paragraph. تمام. احنا هنا جايب لنا نوع اللي هو في الامتحان طبعا بيجيب لك 2 topics، نوعين من paragraph، او بيجيب لك 2 titles وانت بتختار واحد منهم، يعني بيجيب لك موضوعين وانت بتختار موضوع واحد منهم. طيب انا النهاردة اخترت لكم النوع ده من الباراجراف، بس الحلقة الجاية ان شاء الله ممكن ناخد النوع الاخر. نشوف كده مع بعض هنحله ازاي. Write a paragraph or 6 sentences on حول the different ways of paying for things، الطرق المختلفة للدفع للاشياء. طيب يبقى ده topic، يبقى ده العنوان اللي احنا هنحطه ل our paragraph. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ في بعض النقط اللي انت لازم تحطها في ذهنك قبل ما تكتب الباراجراف، اللي هي ايه؟ اول حاجة لازم تكون اخد بالك من topic او الموضوع بتحطه في البداية. بعد كده بتعمل ايه؟ بداية اول جملة بتسيب كده سبيس او مسافة، about 5 letters space، بتحاول تسيب مسافة حوالي 5 حروف، وبتبتدي جملتك الاولى. طب الجمل بقى، الجمل لازم تاخدوا بالكم كويس قوي ان هي تكون فيها فاعل وفعل. في ناس كتير بتنسى انها تحط الافعال في الجمل، وطبعا ده بيوقعهم في الدرجات. احنا لازم ناخد بالنا جدا ونركز في الموضوع ده. طيب كل جملة انا بكتبها بكتب اول حرف منها كابيتال وبنهي بفول ستوب. طيب بعد كده المفروض ان انا احط ايه تاني؟ المفروض ان انا اخد بالي قوي من our punctuation، لازم اخد بالي من علامات الترقيم. زي ايه؟ ان انا اخد بالي ان انا احط فول ستوب، لازم اخد بالي ان انا الاسماء بتاعت الدول، اسماء الاشخاص على سبيل المثال، اسماء الشهور، اسماء ايام الاسبوع، كل دي طبعا اول حرف في الكلمه بيكون capital letter. نبتدي مع بعض حل الباراجراف بتاعنا. اول حاجه هنكتبها ده topic اللي هو The different ways of paying for things، الطرق المختلفة للدفع للأشياء. طيب أول جملة عندنا 3 ways pay، جاب لنا الكلمات دي. أنا ممكن أحطها إيه؟ 3 ways يعني 3 طرق والدفع. يبقى أقول في 3 طرق للدفع، يبقى أقولها إزاي؟ There are 3 ways to pay for things. أدي جملة وخلاص حطيت full stop. بعد كده shops cash، يبقى ايه؟ shops يعني محلات، cash يعني بدفع نقدا. in shops people usually pay cash، في المحلات الناس في الغالب بتدفع ايه؟ بتدفع cash او بتدفع نقدا. الجملة اللي بعدها quick easy، الطريقة دي عايز اقول ان هي سريعة وسهلة. it is quick and easy، الطريقة دي سريعة وسهلة. طيب الجملة اللي بعدها checks useful، عايز اقول ان الشيكات مفيدة، يبقى اقول ايه؟ checks are useful for bigger payments، الشيكات بتكون مفيدة في دفع المبالغ الكبيرة. طيب safer send post، safer send post، يبقى اقول ايه؟ ان الشيكات مثلا بتكون امنة، safer اكثر امانا، ونقدر ان احنا نرسلها عن طريق ايه؟ post او البريد،
يبقى اقولها ازاي؟ they are safer than cash، بيكونوا اكثر امانا من الدفع نقدا. and you can send checks by post، تقدر ان انت ترسلهم بالبريد. another way plastic card، عايز اقول في طريقة اخرى للدفع وهي عن طريق البطاقة البلاستيكية او اللي انا بسميها credit card. يبقى another way of paying is by plastic card. وبكده نكون حلينا سؤال paragraph، سؤال بسيط وسهل، وعرفنا ازاي ان احنا نقسم الجمل بتاعتنا. مجرد بس ان انت بتحتاج تركز شوية وتقدر ان انت تحل الباراجراف وتاخد فيه كمان full mark. ننقل على السؤال اللي بعده. vocabulary and structure، choose the correct answer from A, B, C or D. ده سؤال ايه؟ اختيار من متعدد، يعني بختار الإجابة الصحيحة من A, B, C or D. أول جملة عندنا the company that makes goods is called، الشركة التي تصنع البضائع تدعى أو تسمى. طبعا ده كده ايه؟ ده كده سؤال عن our vocabulary. احنا قلنا ان الكلمات بتاعت الدروس بتتحفظ، ده بيفيدك بقى في حل اسئلة زي كده. كل ما حفظت اكبر كم ممكن من الكلمات بيسهل عليك امور كتير جدا، بيجي منها ترجمة، بيجي منها بعض الاسئلة زي دي، كل ده بيسهل عليك حاجات كتير. نرجع مع بعض للسؤال. the company that makes goods is called، الشركة التي تصنع البضائع بتدعى. من A manufacturer يعني مصنعة أو منتجة، B retailer يعني تاجر التجزئة أو تاجر القطاعي، chain store يعني سلسلة محلات، warehouse يعني مخزن. طيب الشركة اللي بتنتج أو بتصنع البضائع بنسميها إيه؟ yes that's right manufacturer، شركة منتجة. number two you can use، وبعدين في عندنا space to add up numbers، احنا بنستخدم ايه علشان نجمع بيه الارقام؟ A drawer، B calculator، C cabinet، D chair. drawer يعني درج، calculator يعني آلة حاسبة، cabinet يعني خزينة، chair يعني كرسي. يبقى that's right، طبعا نختار ايه؟ calculator اللي هي الآلة الحاسبة. yen and pieces are both types of، دي اسماء ايه؟ yen and pieces. computers a computers هي اسماء اجهزة كمبيوتر، b languages اسماء لغات، c tables اسماء جداول، d اسماء جداول او اسماء ترابيزات، table ممكن تكون بمعنى جدول او بمعنى ترابيزة، d currency عملة. في الحالة دي بنختار ايه؟ طبعا دي اسماء ايه؟ عملة currency. ننقل على السؤال اللي بعده. number four people who buy things in a shop are، الأشخاص أو الناس اللي بتشتري الأشياء من المحل بنسميها إيه؟ A callers، callers يعني متصلين، الناس اللي بتتصل، B doctors أطباء، C customers زبائن، D secretaries أو سكرتارية. طبعا بنسميهم customers أو زبائن. number five the price is 200 pounds but there's a 15%، وفي عندنا space. في الحالة دي هنختار ايه؟ في الجملة معناها ان السعر 200 جنيه ولكن في 15%. 15% ايه بقى؟ A discount يعني خصم، B envelope يعني ظرف، C degree يعني درجة، دي money يعني مال. في الحالة دي هنختار yes that's right discount خصم. number six I look forward، وفي عندنا space you، يبقى I look forward التعبير بتاع I look forward ده بيجي بعده to. طيب to بيجي بعده الفعل في المصدر؟ لا مش بيجي هنا بعده الفعل في المصدر، احنا تعودنا ان to بيجي بعدها الفعل في المصدر على طول، ولكن تعبير I look forward to بيجي بعدها الفعل في ing. في الحالة دي هنختار to meeting yes that's right to meeting you. الجملة اللي بعدها ask questions، وفي عندنا space the information you need، اسأل أسئلة عشان ايه؟ تحصل على المعلومات اللي انت محتاجها.
طبعا الجملة دي عندنا دي احنا اخدنا الاستراكشر ده اسمه purpose structure. يعني ايه purpose structure؟ ان انا ببين الغرض من الشيء. يعني مثلا لو انا قلت I go to school to study، انا بروح للمدرسة علشان ادرس. I go to school so that I can study، بذهب للمدرسة لكي استطيع ان انا ادرس. الاتنين بيدوا معنى واحد، ولكن so that بيجي بعدها subject and verb. في الحالة دي أنا هختار إيه؟ yes to get، to plus verb in the infinitive form. بعد كده number 8 this is، وفي عندنا space been. طيب دي بقى ركزوا فيها كويس. this is عايزة أقول إن القلم ده ملكي، قلمي. في الحالة دي بستخدم إيه؟ طبعا احنا محتاجين حاجة تدل على الملكية. ايه اللي عندنا في الاختيارات يدل على الملكية؟ في عندنا mine وفي عندنا my. هختار انهي واحدة فيهم؟ my بنستخدمها بيكون بعدها يعني موصوف، يعني هي صفة ملكية، او بنسميها possessive adjective، هي صفة ملكية بيجي بعدها، بتيجي قبل ايه؟ الموصوف. طيب mine هي عبارة عن possessive pronoun او ضمير ملكية، بتيجي في اخر الجملة. في الحالة دي يبقى انا هختار ايه؟ my. يعني لما انا اقول مثلا this pen is mine، انا كده خلاص نهيت الجملة. انما عايز اقول ده قلمي، this is my pen. number 9 she، وفي عندنا space to a friend now. now دي كلمة بتدل على ايه؟ yes that's right، زمن the present continuous tense او زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر زي ما احنا عارفين بيتكون من ايه؟ verb to be am is are plus verb plus ing. طيب احنا هنا عندنا الضمير ايه؟ she. yes ضمير she بياخد verb to be is وهنحط معاه الفعل في ing، يبقى ايه؟ is talking. that's right. بعد كده number 10 can I have، وفي عندنا space t please، عايز اخد شاي لو سمحت او بعض الشاي. طيب انا هستخدم هنا ايه؟ نشوف الاختيارات اللي معانا any some and many. طيب كلمة t اللي هي بعد النقط دي كلمة countable ولا uncountable؟ دي uncountable يعني لا تعد. طب countable معناها ايه؟ يعني تعد. هل الشاي كلمة بتعد؟ لا طبعا لا تعد. في الحالة دي انا مش هينفع استخدم معاها اداة ناكرة ان، لان اداة الناكرة دي بتستخدم مع المفرد وكمان اللي بيبتدي بحرف متحرك، زي مثلا اقول ان ابل. تمام. طيب many، yes many كمان بتستخدم مع الكلمات اللي بتعد يعني countable noun. لسه باقي عندنا any و some. any بتستخدم في النفي وبتستخدم في السؤال، some بتستخدم في العرض والطلب وفي الجملة المثبتة. طيب احنا هنعتبر اللي عندنا ده سؤال ولا هنعتبره عرض وطلب؟ لا طبعا ده طلب، ده polite request. يبقى في الحالة دي بقول ايه؟ can I have some tea please؟ yes. وبكده نكون خلصنا سؤال choose the correct answer. هننقل على السؤال اللي بعده supply the missing parts in the following dialogue، أكمل الأجزاء الناقصة في المحادثة اللي قدامك دي. عندنا المحادثة ممكن أقول عليها كمان conversation. طيب ناخد بالنا كويس قوي من الأول جملة اللي بيوصف بيها المحادثة. الجملة دي بتساعدك إن أنت تخمن إجابات كتيرة في المحادثة، وكمان لازم إن احنا نقرأ المحادثة ككل قبل ما نبتدي نحلها. ليه؟ عشان تاخد فكرة عامة وتقدر تخمن الإجابات، بتبان الإجابات من الجمل اللي بعدها. يعني عندنا لاميا works in a clothes shop in Cairo. لاميا بتشتغل في محل ملابس في القاهرة. طيب نشوف كده المحادثة اللي موجودة. لاميا can I، في عندنا space you madam. سارة بتقول لها yes do you have the jacket in a smaller size، عندك الجاكيت ده ولكن بمقاس أصغر شوية. طيب يبقى هنا لاميا قالت لها ايه؟ احنا خدنا في language functions في وظائف اللغة ان لما بيدخل لك زبون المحل بتقول له ايه؟ yes بتقول له can I help you. yes يبقى هنا ناقصنا كلمة ايه؟ help. يبقى can I help you madam.
سارة بترد عليها بتقول لها أيوة أنا عايزة الجاكيت ده ولكن بحجم أقل أو حجم أصغر. لاميا what، وبعدين في عندنا space are you، مكان النقط هنحط إيه؟ نبص على الجملة اللي بعدها اللي سارة بتقولها size 42، هي قالت لها المقاس بتاعي 42، يبقى هي هتسألها كده إيه what إيه yes what size، what size are you size 42. لاميا I'll have a look. Yes, here's one. هي قالت لها أنا هدور كده وهلقي نظرة. لقيت واحد المقاس المطلوب. سارة thank you. هي شكرتها. وبعد كده لميا سألتها على سؤال. Would you try it on؟ في هنحط ايه بقى مكان النقط؟ Would you يعني تحب ان انت تجربيه؟ تحب ان انت تجربيه؟ Would you like؟ Yes. Would you like to try it on؟ Yes, please. يبقى القلص عندنا كده المحادثة بتاعتنا أو our dialogue. نقرأه كده مع بعض بسرعة. لاميا can I help you madam؟ Sir, yes. Do you have the jacket in a smaller size؟ What size are you؟ Size 42. ولاميا بترد عليها I'll have a look. Yes, here is one. Thank you. Would you like to try it on? Yes, please. كده احنا خلصنا المحادثة بتاعتنا. هننقل على السؤال اللي بعده أو terminology. ده خاص بالمصطلحات. Fill in the spaces with words from the list. أكمل النقط بكلمات من الكلمات اللي جايبها لك من القائمة اللي جايبها لك. أول كلمة عندنا price. Price يعني إيه؟ Price يعني سعر. Cost. Cost يعني تكلفة. Should يعني يجب. Warehouse. Warehouse يعني مخزن أو مستودع. Order يعني يطلب. Between يعني بين. إحنا بنعمل إيه في السؤال ده؟ السؤال ده بيكون جايب لك كلمات، بتاخد الكلمات دي وبتحطها مكان النقط. لازم بتكون عارف معنى الكلمات دي. لو فرضا انت مش عارف معناها بتحاول تخمن المعنى، بتحاول تخمن المعنى وتليق كل جملة بمعناها، كل كلمة بمعناها على الجملة اللي قصادك. يعني مثلا اول سؤال عندنا او اول جملة عندنا How much does it؟ How much does it؟ يعني هنا بنسأل على ايه؟ ايوه بنسأل على السعر. How much does it ايه؟ Cost. How much does it cost؟ كم بيتكلف؟ كم يتكلف؟ طيب انا ينفع احط هنا برايس؟ لا طبعا ما ينفعش احط برايس. برايس ممكن بسأل في الجملة اللي بعدها بقى، ده اللي هيبان. What is the price of that jacket؟ ما هو سعر هذا الجاكيت؟ تمام؟ لازم يا شباب نكون كلنا حافظين اكبر كم ممكن من الكلمات. الكلام ده بيسهل علينا كتير جدا. لو لاحظتوا احنا معظم الاسئله اللي بنحلها مع بعض بيكون فيها كلمات لازم تكون مرت عليك في المنهج بتاعك. يبقى انا لازم اراجع الكلمات بتاعتي كويس. كل يونت عندي فيه كلمات مهمه لازم ان انا اراجعها كويس قبل الامتحان. طيب نيجي للجمله الثالثه. I am phoning to، في عندنا space، some stationery for my office. انا بتصل عشان ايه؟ ايوه عايز بعض الادوات المكتبيه للمكتب بتاعي. احنا خدنا ادوات مكتبيه يعني ايه؟ stationery. yes، كلمه stationery دي بمعنى ادوات مكتبيه. يبقى to order some stationery for my office. number 4، a building for storing goods is a، مبنى لتخزين البضائع. احنا خدنا مبنى لتخزين البضائع اللي هو عبارة عن ايه؟ ايوه المخزن. هنا فين كلمة مخزن؟ yes warehouse، مستودع او مخزن. number 5، is there a road، وجاب لنا space، Cairo and Alexandria. في طريق بين، yes between Cairo and Alexandria. ناخد بالنا كويس ان احنا لما نختار اي كلمة بنحط عليها علامة عشان في ناس ممكن بتتلخبط، خصوصا ان هي مش عارفة مثلا معنى الكلمة وتحطها مرتين في الجمل. ده بنشوفه كتير في الامتحانات، في طلبة ممكن تتلخبط وتنسى انها خدت الكلمة دي اصلا في جملة تانية. فنعلم كده على الكلمات اللي احنا بنختارها ونبقى عارفين ان احنا خلاص خدنا الكلمة دي. بعد كده number 6، you، في عندنا space، be polite at all times. يبقى you ايه؟
you should be polite at all times. فاحنا بعد ما حلينا السؤال بتاعنا نقرأ الجمل مع بعض. How much does it cost؟ كم تتكلف؟ What is the price of that jacket؟ ما هو سعر هذا الجاكيت؟ I'm phoning to order some stationery for my office. أنا بتصل علشان أطلب بعض الأدوات المكتبية للمكتب الخاص بي. A building for storing goods is a مبنى لتخزين البضائع هو. Is there a road؟ هل هناك طريق between Cairo and Alexandria؟ هل هناك طريق بين القاهرة والإسكندرية؟ Number 6. You should be polite at all times. يجب عليك أو يلزم عليك أن أنت تكون مهذب في كل وقت. خلوا بالكم ان احنا خدنا should و shouldn't في describing correct procedures، احنا خدناها في وصف الاجراءات الصحيحة، ازاي ان انا اقول ان انت المفروض تعمل كذا ومش المفروض ان انت تعمل كذا. احنا خدناه you should be polite at all times. مثلا you shouldn't speak too fast، لا يجب عليك ان انت تتحدث بسرعة. تمام، طيب ده احنا كده حلينا السؤال ده. نيجي لسؤال مهم عندنا، translation. translation ده سؤال مهم وبرضه بيعتمد على اكبر عدد من الكلمات اللي انت بتقدر تجمعه من المنهج. طبيعي سؤال translation مش بيخرج عن المنهج بتاعنا، يعني انت بيجي لك اول حاجة translate into Arabic، بيجي لك ان انت تترجم للغة العربية ثلاث جمل لغة انجليزية انت بتترجمهم للغة العربية. بناخد بالنا جدا لو في مثلا كلمة انت مش عارف معناها عايز تخمن معناها، بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت تستشف معناها من الكلمات اللي حواليها. يعني نشوف كده اول كلمة اول جملة معنا، The salesperson has to help the customers to make their choices. يعني البائع لازم ان هو، يعني sales person ده البائع، has to help customers. كلمة customers دي معناها ايه؟ طيب انا لو فرضا نسيت يعني ايه كلمة customers، انا مش عارف معناها ايه، طب البائع، البائع بيبيع لمين؟ اكيد لزبائن. يبقى ايه؟ the sales person has to help customers to make their choices. طب لو فرضا انا مش عارف كلمة choices دي معناها ايه، انا ساعتها هعمل ايه؟ طيب البائع بيساعد الناس ان هم يعملوا ايه؟ يختاروا الحاجة الصح ليهم. يبقى لو في اختيارات قدامهم البائع بيساعدهم. ممكن ان انت تحاول ان انت تقرب المعنى بالطريقة اللي انت شايفها، وبرضو كده يبقى انت ايه مخسرتش درجة كاملة، انت كده حاولت في الجملة يعني وضحت معناها ولكن بكلمات يعني ممكن تبقى ملخبطة شوية، بس ايه ما توقفش كتابة خالص، لازم ان انت تحاول. ما ينفعش ان انت تسيب مثلا الجملة وتقول لا اصلا مش عارف الكلمات اللي فيها، حاول ان انت تعبر عن معنى الكلمات اللي انت فهمته. يبقى the salesperson البائع has to help the customers to make their choices. يبقى the salesperson البائع على البائع في المحل مساعدة الزبائن على اختيار ما يريدون شراؤه. ناخد بالنا كويس قوي من اللغة العربية بتاعتنا، يعني لازم برضو تكون الجملة بتاعتنا سليمة في اللغة العربية، زي ما احنا بنعمل الجمل بتاعتنا سليمة في اللغة الانجليزية لازم تكون سليمة برضو في اللغة العربية. يعني برضو ناخد بالنا من موضوع السبيلينج، ما نكتبش حروف غلط في الكلمات. تمام، ونكون برضو اخدين بالنا من موضوع ان يبقى فيه فعل وفاعل ومفعول به، لازم نكون اخدين بالنا من تركيب الجملة برضو. ما ينفعش ان احنا نحط الجملة كده وخلاص ويعني تبقى مثلا لغة عامية، ما ينفعش ان احنا نحط الجمل في لغة عامية. طيب نشوف الجملة اللي بعدها، If it isn't too hot tomorrow we will play football. If يعني if يعني اذا، hot hot يعني ايه؟ حار. tomorrow يعني غدا، will play football، play football يعني ايه؟ يلعب كرة القدم. طيب في الحالة دي انا بعمل ايه هنا؟ عايز اقول ان لو الجو بكرة مش حر قوي احنا هنروح نلعب كرة قدم. طيب اكتبها ازاي؟ اكتبها ان لم يكن الطقس او الجو حارا غدا
فسنلعب كرة القدم. طيب إن لم يكن، طب أنا قلت إذا، هل إذا غلط؟ لا طبعا مش غلط، أنت ممكن تحط إجابة واتنين ما فيش أي مشكلة، ممكن تحط كلمة وكلمة، يعني تقول ممكن دي أو دي، يعني إن أو إذا لم يكن الطقس أو الجو، ممكن أستخدم كلمة الطقس وممكن أستخدم كلمة الجو حارا غدا فسنلعب كرة القدم. If it isn't too hot tomorrow we will play football. تمام. طيب which is better for you to send goods by air or by sea. طيب better يعني ايه؟ better يعني افضل. تمام. to send goods by air or by sea، احنا طبعا خدنا ان احنا في وسائل النقل، احنا خدنا by sea by air by bus by car، كل ده احنا خدناه. يعني ايه by؟ يعني بواسطة، او ممكن اقول انا بنقل البضائع by sea جوا او بواسطة الطائرة بواسطة الجو، او بحرا by sea او by ship. تمام. طيب هنا برضو ما عندناش صيغة جملة، لا ده صيغة سؤال، ناخد بالنا جدا من ده، يعني احنا واحنا بنترجمها للغة العربية لازم نعمل صيغة سؤال. يبقى في الحالة دي هنعمل ايه؟ which is better for you، ايهما افضل لك، ايهما افضل لك، ان ترسل البضائع جوا ام بحرا. يبقى ايهما افضل لك، ان ترسل البضائع جوا او بحرا. تمام. طيب نرجع كده على الجمل بتاعتنا، يبقى احنا عندنا كده ثلاث جمل في الترجمة، دول اساسيين مش اختياري، انت بيجي لك الجمل from translate from او into Arabic، يعني from English to Arabic، في الحالة دي بيجي لك التلاتة اجباري، يعني مش بتختار واحدة منهم، لا ده انت بتحل التلاتة مع بعض. تمام. زي الجمل اللي عندنا، يبقى اول جملة the salesperson has to help customers to make their choices، على البائع في المحل مساعدة الزبائن على اختيار ما يريدون شراؤه. تاني جملة if it isn't too hot tomorrow we will play football، ان لم يكن الطقس حارا غدا فسنلعب كرة القدم. which is better for you to send goods by air or by sea، أيهما أفضل لك، أن ترسل البضائع جوا أم بحرا. خلوا بالكم كويس قوي إن احنا مش جايبين برضو ترتيب الأسئلة معانا النهاردة في المراجعة مش بنفس ترتيب الامتحان، يعني احنا في سؤال comprehension ده ما جبناهوش معانا النهاردة. سؤال comprehension ده عبارة عن قطعة الفهم، قطعة الفهم دي برضو هتحتاج منك وقت كبير، فانت لازم تقسم وقتك في الامتحان كويس جدا، لازم تعرف هتحل ايه الاول، لو في مثلا حاجة لقي فيها صعوبة ممكن تأجلها للآخر شوية. طيب نشوف مع بعض translate into English only one of the sentences، هنترجم للغة الإنجليزية واحد من الجمل دي. طيب إن البريد الإلكتروني أسرع وأرخص من البريد العادي. البريد الإلكتروني، طيب أنا عارف البريد الإلكتروني، مش عارف الكلمة أترجمها إزاي. طب البريد الإلكتروني لو أنا عايز أبعت بريد إلكتروني بقول عليه إيه؟ بقول عليه إيميل. yes. يبقى البريد الإلكتروني في الحالة دي بترجمها إيميل، يبقى إن البريد الإلكتروني an email. تمام. أسرع ممكن أقول إيه؟ yes. ممكن أقول faster. إحنا خدنا كلمة fast يعني إيه؟ سريع. طيب faster يعني أسرع، يبقى ناخد بالنا إننا ما ينفعش إننا يعني مثلا أقول إن البريد الإلكتروني سريع، بريد الإلكتروني an email، ما ينفعش أقول إن البريد الإلكتروني سريع an email is fast، لا ده هو جايب لك faster، فانت في الحالة دي لازم ان انت تستخدم نفس الصيغة اللي هو جايبها لك في الجملة is faster. ارخص يعني ارخص، طب احنا خدنا كلمة cheap يعني رخيص الثمن، ارخص يعني ايه؟ cheaper من البريد العادي. طيب انا مش عارف يعني ايه بريد عادي، في الحالة دي بكتب ايه؟ بقول letter، يبقى ده اللي انا عارفة ان البريد الالكتروني او اللي هو الايميل اسرع
وأرخص من البريد العادي اللي هو الخطاب أو letter. يبقى بيكون شكل الجملة بتاعتنا إزاي؟ An email is faster and cheaper than a letter. البريد الإلكتروني أسرع وأرخص من البريد العادي. An email is faster and cheaper than a letter. An email خدنا بالنا ان احنا حطينا أداة النكرة an. ما ينفعش اقول email على طول. ما ينفعش ان انا ابتدي جملتي بكلمة email على طول. Is faster حطيناها في صيغة التفضيل اللي هي موجودة عندنا اسرع. ما قلتش is fast and cheap than letter. طبعا كده الكلام ده هيبقى غلط خالص. يبقى انا عملت ايه؟ قلت an email is faster and cheaper than a letter. احنا كده حلينا اول جملة. خلوا بالكم ان في السؤال قالك ايه؟ translate into English only one sentence. قالك ترجم بس جملة واحدة. طب انا لو ترجمت الجملتين هل كده غلط؟ لا طبعا مش غلط. براحتك مفيش مشكلة. لو انت عارف الجملتين ممكن تكتبهم. طب لو انا شايف ان انا جملة حلها افضل من جملة في الحالة دي بختار واحدة اللي انا عارفها اللي انا هدي فيها اكتر. طيب نشوف مع بعض الجملة الأخيرة في الترانسليشن. يجب عليك الاعتذار لحضورك الاجتماع متأخرا. يبقى الاعتذار احنا خدنا في language functions saying زي ان انت تقول apologies الاعتذارات. طيب انا عارف كلمة apology. apology يعني اعتذار. طيب يعتذر يعني ايه يعتذر؟ apologize. يبقى أنا لو عارف الكلمة من بعيد بحاول إن أنا أقربها بأكتر حاجة أنا عارفها. يعني أنا خدت كلمة apologies خدنا زي أنت تقول اعتذارات. يبقى أقول إيه؟ apologize ده الفعل منها. yes. يجب عليك الاعتذار لحضورك الاجتماع متأخرا. طيب إزاي هحل الجملة ديت؟ الجملة دي عندنا يجب. إحنا خدنا كلمة يجب في describing correct procedures ازاي ان احنا نوصف الاجراءات الصحيحة. يجب عليك ان انت تفعل كذا اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي حالا في الاختياري في in the spaces لسه قايلين يجب عليك ان انت you should وقايل لك ايه؟ قايل لك بعدها المفروض اللي انت تعمله. يبقى في الحالة دي بقول ايه؟ يجب. you should yes. الاعتذار يعتذر يعني قلنا ايه؟ apologize لحضورك الاجتماع متأخرا. يجب عليك ان انت تعتذر يعني لحضور الاجتماع متأخرا. في الحالة دي هحل الجملة ازاي؟ يبقى هتبقى you should وبعدين الاعتذار you should apologize for coming لحضورك coming او attending. فرضا ان انا عارف السبيلنج بتاع كلمه coming مش عارف كلمه مش عارف السبيلنج بتاع كلمه attending. في الحاله دي انا بعمل ايه؟ yes بكتب الكلمه اللي انا عارفها. يبقى for attending صحيحه مفيش مشكله طالما انت عارف السبيلنج بتاعها و coming برده صحيحه طالما انت عارف السبيلنج بتاعها. طيب لحضورك الاجتماع متاخرا يعني ايه حضورك الاجتماع متاخرا؟ for being late for the meeting. يبقى الترجمة بتاعتنا هتكون بالشكل ده. You should apologize for coming late to the meeting. يجب عليك الاعتذار لحضورك متأخرا إلى الاجتماع. طيب نرجع كده الترجمة بتاعتنا مع بعض. Translate only one sentence. Translate into English only one sentence. ترجم إلى اللغة الإنجليزية فقط جملة واحدة. يبقى احنا كده عرفنا ان احنا ايه؟ هنترجم جملة واحدة. إن البريد الإلكتروني أسرع وأرخص من البريد العادي. An email is faster and cheaper than a letter. يبقى أنا كده ترجمتها وترجمتها بطريقة صحيحة. طيب بعد كده يجب عليك الاعتذار لحضور الاجتماع متأخرا. يبقى الاعتذار يعني apologize. You should apologize for coming late to the meeting. طيب زي ما احنا قلنا بالنسبة للترجمة، الترجمة انت لازم تركز فيها، لازم تشوف الجملة ككل بتقول ايه، عايزين من موضوع الجملة ايه، وتحاول ان انت تخمن. ده بالنسبة للترجمة. بالنسبة بقى لنصايح حل الامتحان ككل، ازاي حل الامتحان ككل؟ احنا هنبص لكل سؤال محتاج مننا ايه.
يعني مثلا اول سؤال بيجي لنا دايما سؤال اختياري، الناس بتبقى خايفة وقلقانة منه علشان بيبقى فيه اختيارات ساعات قريبة، زي ما احنا عملنا مع بعض النهاردة. احنا شفنا اختيارات قليلة، يعني شو اختيارات يعني متشابهة. في الحالة دي عملنا ايه؟ عملنا رجعنا الستراكشر بتاعنا. احنا لما كنا بنشوف المثال الفلاني كنا بنحله ازاي، لما كنا بنشوف الشكل الفلاني للكلمة كنا بنعمل معاه ايه. تمام، ده بالنسبة للاختياري. اما بالنسبة للديالوج، فاحنا قلنا ان الديالوج او الكونفرسيشن المحادثة لازم ان انت الاول بتقرأها ككل عشان تقدر تخمن موضوعها عبارة عن ايه. لو في كلمة ناقصة بتبص على الجملة اللي بعدها وبتقدر ان انت تحدد، تقدر ان انت تحدد هتعمل ايه فيها، يعني تقدر تحدد من الجملة اللي بعدها هتحط كلمة ايه. تمام، الحلقة الجاية ان شاء الله هناخد امتحان كامل، يعني هنحله من الالف الى الياء كأننا قاعدين قدام ورقة الامتحان. Until we meet next time ان شاء الله. My best wishes to you all. حتى نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله، افضل امنياتي لكم جميعا.